وتبدأ القصة بتجمع الرجال، بعضهم يرتدي العمائم وبعضهم يحمل السلاح. جميعهم ينتمون إلى طالبان باكستان في إقليم أوروغزاي القريب من الحدود مع أفغانستان، وها هم أفراد طالبان يستعدون لرجم امرأة جالسة من دون حراك على الأرض في وسط الشاشة، وهي مدانة من طالبان باكستان بتهمة أنها شوهدت مع رجل. هذه الصور التقطها أحد أفراد طالبان باكستان المتواجدين في المكان بوساطة هاتفه النقال، وهذا سبب عدم وضوح الصورة. ولقد تمكنت قناة الآن من تهريب هذه الصور بشكل سري من أوروغزاي من خلال مصادر خاصة. هذا ما يجعل هذه الصور فريدة من نوعها، على الرغم من حرص طالبان باكستان على إبقائها طي الكتمان. فطالبان باكستان تعلم أن صور رجم امرأة يجب ألا تظهر إلى العلن، لأنها يمكن أن تخلق شرخا بينها وبين مؤيديها. وتعد هذه المرة الأولى على حد علمنا التي يتم فيها الحصول على صور لرجم امرأة من قبل باكستان طالبان. يبدأ الرجم بعد أن تتلقى المرأة حجرا، حجرين وأكثر. يبدأ جسدها بالارتعاش، ويستمر الرجال بالرجم، وبعد مدة قصيرة يهمد الجسد.